عن جديد. صباح الخير لكل مين انضم لنا اكيد ببرنامجنا، رجعنا من جديد. هلا وصلنا لفقرتنا الطبيه، رح نحكي عن موضوع بهم كثير من الاشخاص وبالاخص مرضى السكري. معروف انه المريض السكري مع الوقت، مع مرور الوقت، بيتعرض لكثير اعراض جانبيه مثل ما بنقول. فبنعرف انه السكري بيهاجم الاجهزه النبيله بالجسم، ومن هي الاجهزه النبيله هي العين. ممكن مع مرور الوقت يأثر على شبكية العين إذا ما تم مداراة هذا الموضوع، وطبعا الذهاب للدكتور عيون لنعرف مدى تأثير مرض السكري على العين بشكل عام. رح نحكي عن هاي التفاصيل وغيرها مع ضيفنا لليوم بصباحنا غير، دكتور باسل إبراهيم، وهو اختصاصي بطب العيون. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد أوقاتك. يعطيكم العافية. يسعد أوقاتك يا رب. يسعد أوقاتك. الله يخليكي. تمام، خلينا هيك نحكي ببساطة بالبداية، نعرف تمام لكل الناس اللي عم بتتابعنا اللي ما بتعرف مدى علاقة السكري وتأثيره على صحة العين. تمام، يسعد صباحكم بداية، وإن شاء الله يا رب نقدر نقدم للمشاهدين شيء ممتع ومفيد. هلأ بالنسبة للداء السكري مثل ما بنعرفه كلياتنا، هو عبارة عن مرض جهازي بصيب معظم أعضاء الجسم أو كل أعضاء الجسم. هو بصيب الأوعية الدموية الدقيقة يلي موجودة بالجسم، وأكثرها العين، الكلية، الدماغ والأطراف. لذلك كثير بنسمع باعتلال شبكية سكري، اعتلال كلية أو إصابة كلية سكرية، اعتلال أعصاب كمان. اعتلال أعصاب تمام، بيأثر على كل أعضاء الجسم ولكن هي الأعضاء. مشكلة الداء السكري إنه هو داء جهازي، فهو بيأثر على الطرفين معا، يعني بيأثر على العينتين، بيأثر على الكليتين. مشكلة الداء السكري كمان بصيب شريحة فعالة مهنيا او عمريا يلي هي سنة تقريبا ال 25 30 لعمر ال 60، فهي الفئة المنتجة صراحة بالمجتمع. فلذلك بشكل تحدي كثير كبير بالمجتمعات وال يعني وبالاعمار الشاب. الداء السكري مثل ما حكينا هو بصيب الأوعية الدقيقة، ولذلك بيؤدي لأذية نقص تروية خاصة بالعين. هي أذية نقص التروية بتؤدي لخسارة الوظيفة في حال المريض ما اهتم بموضوع ضبط السكر. أنا بحكي عن ضبط السكر، يعني بحكي عن ضبط السكر والعوامل كمان اللي بتسيء لاعتلال شبكية السكر اللي رح نحكي عنها بعد شوي. في عنا كتير يعني كل أعضاء العين، كل أجزاء العين عفوا، بتتأثر بالداء السكري، ولكن أهمها هو الشبكية. طيب احنا شو أبرز كمان الأمراض اللي ممكن تتأثر فيها العين بسبب السكري؟ تمام، هلأ احنا في عنا غير الشبكية في عنا العدسة، بصيب عتامة مع الوقت عند مرضى السكريين. قبل العتامة بصير في عنا احنا تغير بأسواق الانكسار، يعني مريض بيكون لابس نظارة بيقول لك إنه أنا هاي النظارة ما عم برتاح فيها، أحيانا عم شوف فيها منيح، أحيانا ما عم شوف فيها منيح، تماما أحيانا عم بحس إنه بدونه أحسن. عم نسمع كثير بهي الحالات. تمام، هلا هذا الكلام سببه انه انت مشكلتك ما بالنظار، انت مشكلتك بمستويات السكر اللي عم بتفوت على العدسه وعم بتخربط الشفوفيه تبع العدسه وعم تعمل لك تشوش بالرؤيه. هذا ما بده تغيير نظاره ابدا، المريض لازم يعرف انه سكره ما دام مخربط مستحيل يشوف بالنظاره بشكل طيب كبير. اذا سكره مضبوط بس عم بحس بهذا الشيء، هلا في عنا احنا اسباب ثانيه ممكن يكون، ممكن يكون صار في اصابه بالسكر بالشبكيه، ممكن يكون صار في عنا ساد او مي بيضة مثل ما بنحكي. طبعا في عنا اذيات ثانيه باجزاء العين، ممكن يصير في عنا زرق احنا بنسميه زرق وعائي بالمراحل المتقدمه بالسكر، هذا ارتفاع بضغط العين. بصير في عنا التهابات بالعصب البصري، بصير في عنا التهابات بالاجفان، بصير في خدوشات بالقرنيه كمان متكرره كثير بنلاقيها عند مرضى السكر، انه بصير في عندهم سحجات قرنيه متكرره وعندهم نقص بفيلم الدمع. هي شكايات كثير شائعه، فلذلك هدول المرضى دائما عم بينحطوا على اطرات مرطبه للعين بشكل يعني دائم، بشكل دائم مشان الوقايه من التهابات الاجفان المتكرره والخدوشات المتكرره. فاذا كل أجزاء العين هي معرضة للإصابة بالسكر، ولكن أشد اعتلال الشبكية السكري. نعم. هلا اعتلال الشبكية السكري مثل ما حكينا هو عبارة عن اعتلال أوعية دقيقة، بيؤدي بالبداية طبعا بيكون لا عرضي لفترة تقريبا سنوات. كل مريض شكل على حسب ضبطه للسكر، على حسب وجود عوامل خطورة. مشكلته اعتلال الشبكية السكري هو السبب الأول للعمى بدول العالم الثالث. هو ثاني سبب للعمى بدول العالم المتقدم، فهو بشكل مثل ما قلت لك تحدي كبير بالعالم، خاصة انه الشريحة كبيرة اللي عم تنصاب فيه. اعتلال الشبكية السكري بالبداية مثل ما حكينا احنا بداية بيكون لا عرضي، بعدين تتأثر جدر الأوعية الدموية الصغيرة، فبصير في عنا احنا تسريب للسوائل، تسريب لشحوم ولنتحات كوليسترولية بالشبكية. إذا صابت مركز اللطخة الصفراء هون ببلش بقى مشكلة المريض، يعني بيقول لك المريض إنه أنا بالبداية ما كان في شيء، كنت عم شوف منيح، ولكن بلشت الرؤية تتموج، بلشت الرؤية ما لها واضحة، ما عم برتاح على النظارة، ما عم بستفيد على النظارة، بحس عيني ثقيلة، هي العين مو مثل هي العين،
احيانا طبعا كثير احنا مرضى بيراجعونا انه دكتور اذا في سكر طيب هي العين ليش منصابه وهي العين ما لها منصابه. مو بالضروره تكون الاصابه متناظره صحيح بالاعتلال الشبكيه السكري، فهي بدايه الاعراض بتكون. بعدين بمرحله متقدمه لما المريض يطنش او يهمل او ما يهتم بالسكر تبعه بصير في عندنا نقص ترويه بالشبكيه، بزيد نقص الترويه شوي شوي وبتصير الشبكيه تدافع عن حالها، بتصير تنتج شيء اسمه اوعيه جديده، اوعيه حديثه، هي على امل انه تحسن الترويه. ولكن هي الاوعيه مشكلتها انه هشه تعبانه، بمجرد ارتفاع سكر او ارتفاع ضغط او رده بسيطه على العين ممكن تنزف. مجرد ما نزفت بتبلش بقى العد التنازلي للعين صراحه. يعني ببلش عنا نزف بالزجاجي، ببلش عنا انفصال الشبكيه، ببلش عنا زرق ويعني فينا نلحق طبعا ولا صعب؟ هلا حجر الاساس بعلاج الشبكيه السكري هو اكتشاف باكر بالاضافه للتدبير قبل ما تصير الاختلاطات. يعني بمعنى انا مريض بمجرد ما عرفت انه انا في معي سكري انا ما بستنى لبين ما يصير عندي اعراض وانا بروح بعدين على طبيب العين بقول له انا صار في عندي مشكله. هون يوميتها أنا ما عاد أقدر رجع لك الشيء اللي أنت راح منك. صح. للأسف الاعتلال الشبكية السكري أو السكري بشكل عام بيأثر على الخلايا العصبية اللي هي تعتبر خلايا نبيلة، فأنا لما راحت وماتت هاي الخلايا للأسف ما عاد أقدر أعوضها. فحجر الأساس هو ضبط عوامل الخطورة. في عمل جراحي ممكن أكيد يساعد بالموضوع؟ أكيد أكيد، ولكن هي بالمراحل المتقدمة وإحنا بنتمنى ما في مريض ما نوصل للمراحل الجراحي. اللي بدي بس ركز عليه إنه إحنا غير موضوع السكر في عنا عوامل تانية بتسيء لهذا الموضوع. يعني أنا مريض في عنده سكر أنا بدي أخذ قصة مرضية كاملة عنده. يعني مريض يا ترى ديستر له عنده سكر، يا ترى في عنده مشاكل قلبية وعائية، يا ترى مريض مدخن عنده قصور كلية، يا ترى المريضة حامل، في عنا احنا ازياد قلبية. كل عوامل خطورة بتأثر، كل عوامل خطورة بتأثر على اعتلال الشبكية السكري، بتزيده وبتزيد من الفوعة او من شدة اعتلال الشبكية السكري. فلذلك لازم يكون احنا في عنا، انا دائما المريض لما يجي لعندي بعطيه وقت اكثر من غيره بكثير، اكيد ما مو مثل لما يجي شخص معه نظارة، بقعد معه بقول له تعمله دراسة العزيز احنا في عنا مشكلة كذا وكذا وكذا وكذا، بده هذا الموضوع بده دراسة، إذا كان في معك ضغط، شحوم، كوليسترول، بده طبيب قلبية وعائية، بدي ابعتك على طبيب غدد يكون يضبط لك السكر تبعك، إذا كانت المريضة حامل ببعتك على طبيبة النسائية كمان أو طبيب النسائية تبعي، إذا كان في عندي مشاكل كلوية كمان أنا ببعت المريض على طبيب كلية. فأنا لازم يكون في يعني تعاون بين كافة الاختصاصات لحتى إحنا نحافظ على عين المريض. ضبط عوامل الخطورة والمراجعة الباكرة للمريض بمجرد ما عرف إنه في عنده سكر هي افضل طريقه لحتى المريض يحافظ فيها على الشبكيه، وهذا احنا اللي عم نركز عليه. هذا اللي كان بدي لك عليه. دائما مريض السكري مع مرور الوقت وخصوصا لما ببلش يكبر شوي بالسن وهو عنده سكر من زمان ببلش بمل. نعم. من النظام الغذائي اللي لازم انا دائما اكون مضبوط في معايير السكري، ولسه الاخطر اذا كان كمان المريض بياخذ انسولين. صحيح. يعني هذا لوحده نحن بنعرف انه الانسولين له تاثيرات. نعم. على قدر ما انا ايجابيه بس لها سلبيه على العين وعلى غيرها من اعضاء الجسم وخربطت الهرمونات كلياتها، ولكن نحن مجبورين على هذا النظام الغذائي. دائما بنحاول نقول لمرضى السكري ما عليه بكون تتعودوا على هالصديق السيء المرافق لكم مدى الحياة. خلينا نحكي عن أبرز النصائح اللي يمكن كل مرضى السكري لازم يهتموا فيها وخصوصا بما يخص العين. كل قديش أنا لازم أروح؟ بلش من الأعمار من الأربعين ونحن طالعين، كل قديش لازم أعمل مراجعة؟ أبرز الأمراض اللي حتى يمكن ما بتطلع عند السكري بس بتصير السكري بيصير مؤهب لها بسن مبكر. تمام. هلا احنا بالنسبه للمراجعات المريض مثل ما حكينا بمجرد اكتشافه انه صار في عنده سكري، هذا احتمال انه يكون في عنده سكري صار له كذا سنه. صحيح. هلا مزبوط اعتلال الشبكيه السكري ما بصير مباشره، ولكن احنا بجوز المريض يكون صار له 4 سنين و5 سنين، وهي كثير بتصير لعنا انه بيجي لعنا مريض ما انه مكتشف نفحص الشبكيه ابدا. يعني ما في شو في عندك مشاكل؟ ابدا ما عندي شيء. ضغط عندك؟ لا. سكر عندك؟ لا. مشاكل قلبيه؟ لا. بيطلع كله عنده. للاسف احنا ما في عندنا ثقافه التشيك الطبي شو بدي لك الدوري، هذا الشيء اللي لازم يكون عندنا شخص بعد الأربعين. للأسف لا، يعني إذا ما صار عنده شيء يعني بتشكي من شيء؟ لا. ما بشكي من شيء. عملت شيء فحوصات تحاليل؟ لا. خد حبة وجع راس مش الحال، بس هيك خلص بكفي. فالمريض بمجرد اكتشافه للداء السكري لازم يراجع طبيب العينية، لازم يراجع طبيب البولية، تمام، لازم يتابع بشيء اسمه الخضاب السكري. هلا أنا ضد إنه المريض يتابع السكر بالمنزل لأنه أجهزة التحليل المنزلية احيانا بتكون مالها دقيقه، عدا عن انه المريض دائما لما بده يحلل ثاني يوم
نفسيا بيحاول ما ياكل كثير، ما يخبص كثير مشان يثبت لنفسه انه انا سكري منيح. بيتعشى عشا وما شاء الله عنه بجوز ما يتعشى هلا أصلاً. هو لازم قصدك انه تحليل خضاب السكر اللي هو بينعمل عن طريق الدم وقديش مخزون السكر بالدم هذا كل قد ايه كمان لازم يعمل؟ هلا هذا بيعبر عن نسبه السكر او معدل الصريحة السكر الحقيقيه معدل السكر بتراكيز حقيقيه خلال فتره الشهرين لثلاث شهور، ثلاث شهور غالبا. فلذلك هذا هو اصدق اختبار لحتى انا اعرف المريض عم يضبط ولا لا. على سبيل المثال اجاني انا مريض لعندي على العياده في عنده اعتلال شبكيه سكري، في عنده وزمه باللطخه، في عنده ترسبات كوليستروليه بمركز اللطخه. انا هذا المريض عم بشوف مثلا 8 من 10 7 من 10. هذا المريض انا مو مباشره بقول له والله انت بدك علاج، انت بدك حقن، بدك ليزر، لا. هذا المريض انا بشوف شو في عنده مشاكل. اذا كان في عنده مشاكل شحوم كوليسترول بشكل اساسي ببعته على طبيب قلبيه وعائيه بيضبط له الشحوم الكوليسترول. وكثير في حالات صراحه اجت لعندي وتراجعت وزمه لطخه وتحسنت وزمه لطخه واعتلال الشبكيه السكري بمجرد ضبط عوامل الخطوره فقط. ما اضطرينا لا نعطي حقن ولا نعطي ليزر، جدا مهمه. يعني انا بالاخر الاليه انا عم بعالجها، يعني بالعكس هي افضل صراحه من العلاج بالحقن او العلاج طبعاً. بالليزر، لانه انا عم كون عم بعالج السبب، عم بعالج الاليه جذر المشكله. تمام، عم بعالج جذر المشكله. ولكن انا لما بدي اعطي حقن او بدي اعمل عمليه فانا عم بكون عم عالج الاختلاطات. فانا المريض بمجرد ما يعرف انه عنده سكري بتابعني، ما في عنده شيء بصير كل سنه طبعا انا بعمل له يعني ورشه عمل انا وطبيب الغدد وطبيب القلبيه وطبيب الكليه، بنعمل زياره دوريه بالتاريخ الفلاني في عندك زياره. مريض السكر لازم يحجز مقعد عند هالاطباء الثلاثه، يعني عن طبيب العينيه، عن طبيب الغدد، وعن طبيب القلبيه الوعائيه. تمام، لانه اي اضطراب بهالمشاكل الثلاثه رح تعمل اذيه صراحه غير عكوسه، وللاسف ما عاد تتحسن لا بحقن ولا بليزر ولا بغيره. لقينا في عنا اعتلال شبكيه سكري بصير مراجعه المريض كل ست شهور. إذا المريض شكى أو حسينا أنه في خطورة عالية ممكن نخفف الفترات أو نضائل الفترات لثلاث شهور. المريض خلال هاي الفترة حس بتطور سلبي أو حس أنه الرؤية تبعه عم تتراجع أو نوعية الرؤية عنده عم تتراجع، يومي تبقى بيراجعنا حتى لو كان ما صار له ست شهور. العلاج كتير ضروري يكون فيه صبر، يكون فيه تحمل، يكون فيه صراحة وعي مجتمعي عنا. إحنا لازم يكون فيه دائما ندوات تثقيفية، لأنه إحنا أكثر مشكلة صراحة أنا عم بعانيها بحكم اختصاصي بالشبكية إنه المريض عم بيجي بتشرحي له بيكون متشجع بالفترة الأولى، بالثانية ما بيلاقي التحسن يلي هو بباله، بمل بيروح على طبيب ثاني، الطبيب الثاني يبلش له من أول وهكذا. فللأسف بصير في عنا إحنا خربطة بطريقة العمل. كيف بتعرفي كل طبيب في له طريقة عمله، في له مقاربته للمريض، فبصير صراحة أحيانا المريض ما ياخذ النتيجة المرجوة لهذا الموضوع بسبب ملله، بسبب إنه هو بباله شيء معين وهو ما حصل عليه. أكيد. فلذلك بدها صبر، بدها وعي مجتمعي، بدها ندوات صراحة تثقيفية بشكل مستمر. ومريض السكري بده يعرف إنه هذا المرض هو مرض مزمن، يعني هذا مرض مرافقه طول العمر. للأسف لهلا ما في عنا علاج جذري للداء السكري. نحن عم نعالج الأعراض. عم نعالج الأعراض. هلا في حاليا بعض يعني التجارب عم بتصير على زرع الخلايا الجذعية وعم تعطي نتائج حلوة، ولكن للأسف لا مجتمعاتنا لساتها ما وصلت. يا ريت، إن شاء الله نتمنى هذا الشيء. هو مرض يعني موجود بكل العالم وبنسب كتير كبيرة، وبنعرف إنه كمان موجود عند الأطفال وأحيانا بيصيب المرأة الحامل وأيضا كبار السن. خلينا نحكي عن مدى اليوم، قديش بتشوف في ناس فعلا بتعتني بصحة عينها وهي مرضى سكري، وقد عم بتشوف لا حالات أقل؟ شو أبرز الحالات اللي حابب اليوم نحكي عنها وننبه عليها وهي بتبين بسيطة بس مع الوقت يمكن يصير حلها أصعب من قبل؟ تمام. هلا انا اللي بدي ركز عليه صراحه انه دائما اي مشكله درهم وقايه مثل ما بيقولوا، خير من قنطار علاج. دائما عم تجيني انا كثير بنبسط لما مريض يقول لي انه دكتور شو مشكلتك، مثلا بيقول لي انا مريض سكري حاب تابع، عم تشكي من شيء، لا رؤيتك كيف بدي لحق ممتازه حالي. دكتور انا بدي لحق، اذا في شيء من البدايه انا بدي لحقه. العين حساسه يا دكتور، انا بخاف لا سمح الله يصير شيء. هذا مثلا ابي كان في عنده مشكله مثلا معينه وقضينا فيه المقاضي، فانا عم بحاول لحق الموضوع من البدايه. قرابي كان في عنده مشكله، صديقي كان طيب في عنده مشكله. طيب اللي خاضعين لعمليات ممكن يتاثروا، وخصوصا اذا صار عندهم سكري
يعني بصير موضوع اصعب عليهم. عمليات قصدك عينيه يعني؟ ايه طبعا. تمام. هلا احنا اشياء عمليه عند المرضى السكريين بالاضافه لعمليات الشبكيه هي عمليات المي البيضاء. احنا صراحه من احد تاثيرات الاعتلال الشبكيه اعتلال السكري على العين هو الساد، هو المي البيضاء. انا دائما بقول للمريض انت اذا كانت مشكلتك مي بيضاء احمد الله، لانه مشكلتك بتنحل بسيطه بيوم واحد ان شاء الله. بنسحب المي عن طريق الامواج فوق الصوتيه، نزرع عدسه، فهو اجراء بسيط ما فيه نقاها، امورك ان شاء الله بتاني يوم بتبلش تحس بالفرق. ولكن مشكلتك بقول له اذا كان في عندنا اعتلال شبكيه سكري، وعلى هذا الباب انا دائما بدق انه انت دائما حافظ على شبكيتك لحتى احنا ما نضطر انه نفوت بابواب علاج الشبكيه. صحيح. قبل ما نعالج المي البيضاء. فانا هلا اذا كانت الشبكيه نظيفه عند مريض اعتلال شبكيه سكري وفي عنده ساد، يوميتها انا الامور ان شاء الله بتكون محلوله. ولكن إذا كانت الشبكية منصابة في اعتلال شبكية سكري، وزمة لطخة أو نزف بالشبكية، أنا ممنوع أدخل على مي بيضة قبل ما أنا أعالج الشبكية بشكل كويس، لأنه رح يصير في مضاعفات ورح يصير في تأثيرات سلبية بعد ما أنا أتداخل على عملية المي البيضة، وبعدين للأسف ما حترجع الرؤية مثل ما كانت. وكثير في مرضى بيشكوا أن رؤيتي قبل العملية كانت أحسن من الرؤية بعد العملية. فأنا المريض كثير بنبسط لما أشوف المريض جاي من البداية منه من حاله ما في عنده أعراض، عم بيقول لي انا حابب اطمن على حالي، بفحصه. احيانا بيكون في يعني نقط نزفيه بسيطه، بقول له في عندك بدايه اعتلال شبكيه سكري، كل 6 شهور بدنا نعمل هالوركشوب، هي الورشه تبع الاطباء، ومتابعات الدوريه كل فتره شيء 6 شهور، وخلص امورك بخير ان شاء الله. بعطيه نظاره اذا كان محتاج نظاره، او بخليه على المراقبه. النوع الثاني من المرضى اللي انا بيزعجني صراحه، او اللي انا كثير بتضايق عليه، انه مريض بيجيني للاسف خاصه انه في عين بتكون ناسفه مثلا، او بتكون صايبه تدني رؤيه متقدم كثير، العين الثانيه عم بيمشي اموره فيها، بيقول لي دكتور انا هلا بلشت احس بالمشكله. دائما بركز على نقطه انه احنا اعتلال الشبكيه السكري هو اعتلال غير متناظر، فاحنا ممكن المريض وهو عم بيشوف بالعينتين يقول لك انا ما عندي مشكله. وما كل المرضى بيخطر على باله انه والله يسكروا عين ويفتحوا عين. فلذلك انا بتفاجئ احيانا عند مرضى بيكون في عندهم بعين واصله لمرحله نهائيه انفصال بالشبكيه، والعين الثانيه بتكون مقبوله. فانا يوميتها يا ترى بدي بلش بهي العين ولا هي العين؟ وللاسف ما بعطي المريض النتيجه اللي انا بتمناها واللي هو بتمناها. نعم، يعني دكتور بختام حديثنا بدي اتشكرك دكتور باسل ابراهيم على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله يا رب الصحه والسلامه لكل المرضى وبالاخص مرضى السكري. شكرا لك. بتشكركم على اللقاء الظريف. شكرا لك ويعطيك العافية. شكرا.